جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. انك انت في عوض، في عوض يجي هنا اليوم من الجوهرة ويجاوب توانسة على الشيء اللي احنا قلناه بالدليل وبالبرهان. انك انت تجيب وليد معناه يكفي خبزة مهرج باش يحكي على مقداد ويبكي في البلكون، هي 5 سنين تو مازال تحكي على يبكي في البلكون، تجاوبنا على سؤالات ما يبكيت في البلكون. يبكي الراجل كي يحب، ويبكي كي يقرأ القرآن، ويبكي كي يتذكر الآخر، يبكي الراجل، حتى الراجل يبكي. هو شنو المشكلة؟ يعني احنا نحبوا نفهموا توا، كان هو عنده مشكلة مع البلكون، نعملوا له بلكون في دار، ولا زعما ربما هو موجوع خاطر هو بكى ساعتها في بيت النوم اللي 14 هو بكى في بيت النوم وشاف تصويرة بن علي وهذاك علاش دونك هو اي بيان سور هو متقلق مني انا. ما تزيدوش نمشي، هو متقلق مني انا اللي بكيت في البلكون خاطر خلق قلت فهمت زميلك يشوف ناس متظاهرين هابطين قدام داره متعدين لافوني وعنده بنات اخته هابطوا لافوني وهو عامل حاجه على كرومته مريض بكرومته ما ينجمش يمشي، انه يشوف المشهد ويبكي هذا تحيي زميلك وتحبه وتعمل له صوره جيده، لكن هما ما لقاو باش ينجموا يردوا على رواحهم، مشاو للزاويه الضيقه باش نعطيك حاجه، هبطوا راملو برومو نتاعهم هذه الاخرانيه نتاع لاباس، قال لي زميلي ونحاوها من كثر لان التعليقات في الباج نتاعهم كلها ضدهم، ولا نحاوها بعد 12 ساعه وزيد عاودوا هبطوها وبرا ادخل الباج نتاع الحوار التونسي وسترى التعليقات نتاع الشعب اللي تمشي. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.